سادك من لا ذي صغمار تمرس القبائل لكن مثلا إيوا كنا نسو ثاريون وولاسا أدريني بلي مباس ربرابي لقد يفغسا ذي العار قراني خذ من الحكام ذي العار يسخذ من دي 62 رسا أساقي عدن تيلي سداغ زي الوقسان دا نتراجو ماذ روحا نتراجو ماذ الدين تيقورا إل زيروز كانو سنين خمنا غل زيروز كاف غانا ذكرن يكرن نرقاز شفانوا يديقوين يسوفرينس سيدينس تموسرينس إيوا كنا ذي سنارني تمرس الجزائر سمورت القبائل وتيلي غير سمورا ندوني ساكن مثلا زي سمورا سي فرانيين الدينا السكورا زي سمورت الناغل دينا السكورت الحبس انشتاقي ذو العرم قران ناري قيمن كفار نوسى فركان نقايد صلاح ذو قد يحكم انت مورت اسا لا معنى اسا ازكا نكون اقلا غن نتبع قفريد نعبان رمضان قفريد نيم غراس نقوان فين ندومي نسواسون طروا ندومي الان نيم غراس ساقي نسو توري وقاد يحكم التمرس دقيقه يا قاد سرحني ورقاز قلنا باسكو نتا ذا سيرم قل مزيان نتا ذا يكر دويني ديكر وكذو ذا سنه خاطرك سن يزرفان 20 سنه غير سكوا السنه يا قيا نكينا قليه ذا تيموا كرا لي بروجي غير مقران نار برا بي وكن اتنارني ثمور سنا تبروكيز الدوله الدوله بوتفليقه الدوله سعيد نسن الدوله اللي كوني ناف الدوله لا مافيا الدوله لا كوكايين الساقي وساند الحبس نيون وركازا سا قروي تشوا وسنتمورس الجزائر نتمورس القبائل انشتاق سنيني اقلا غزا ونستوى راه من نوغ امن كنا ميزدايريين ايوا كان هذه روح الحكم ونستوى راه غنتاكي ماشي 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 غنتدو كفريدا سنيني نتدو ارسي انا عديني تيغيلت نو سنين اغتصدا ونيون يون دي ثغمار يا لوا وين يغلينا الحبسات نسكر واندو ماسر براب نسارم از كان الجمعه هذه اللي كرانا غير وكنا هذه مارش دي في جايز ما دي في جي ما عندها نوبة وسعد بوتفليقة أربعة بريانا فوا ويزو يحيى ما فامي بوتفليقة تشاد مورد ويحيى تشاد مورد حتى نهاتي الإسبان ما تشيني الحبسي كلها On est contre Anstagi. On veut pas diviser l'Algérie. On veut le bien pour l'Algérie. Libérez, 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 lib
سقي نسولد الجزائريين رندوال باسكو يا اون انجستيس ايزون دينونسي سيت انجستيس كنيا نوسد كلا دنينيا الى سقي هاد اللي بيرين ماسي سعد الرباب الى قض اللي بيرين الجيري الى قوا كذا كي قلنا نكذافو ونوال اللي كنا قبل هذي مزوره اي عادين على جوستيس انتاجو لا جوستيس تسول قايد صلاح يساعد يا عمار غول ايوا كذا كي قلنا نكذافو كشان دي ثموث 20 سنه ياكي واكي ستوبيراتور ايكونوميك بايني الهان داني لها كليك فادي خدم فادي فنو الجزائر وسكا كنا ندوني فنو الجزائر وسكا باش هو كذا كازان الجزائر 20 سنه عاد فير ادنيني باسطا الحقاره ولكنا اون ميليتي جوسكا لا ليبياسيون ديال سعد الباب. قدموا كان انا نهار اوا بيان يمضبرن تمورث هذي زرن بلي هساقي غرف يفغد إيوا كان سنيني الفطلة يتسرسنا كاف يسعد ربراب نكوني وثن قبلارا لو كان يسعد ربراب يسعى كلك شوزة سروبروشي ثيلا قسمية لي بوتفليقة كذ لي كوني ناف لان ذنو هني تفن ثمورث ثيلا قمير نين إثيرنا للحبس أي نظرنا كان سيت اون بروفوكاسيون كونتر لا كابيلي اون بروفوكاسيون كونتر لا جيري ليبري ديموكراتيك نو نسوتور كيم ضنبرن تمورت از تسرحان يداي سعد ربراب لو بلو فيت بوسيبل اركازاكيا 75 سنه ديال عمريس صحا ينس ثجاث غروث اثياغ كرا ما يغيث كرا اتفم اتقفل ممزروي اتقفل مغرفة زيري ثني اش اديني غا ساكي في الحياة الثكلية كي كونتر الفاطلة البوفوار كي ساكي نوساد هذا كي باش نسوتني نو با ربراب لو كابيل مي اوني فوني سوتني ربراب لينوسون اطاس يكفغانا ساكي ديفيزين
لاكابيليس لي زوطاريجيون اون سومون لو دوت اساكي ايوا ثما ثنا لي زوطاريجيون انسفهم باللي لا موبيليزاسيون ياكي اون سوتنو البراب باسكو سي با فولور. Nous étions les premiers à critiquer le gouvernement de Yahya qui est Kabil. Nous avons critiqué Saïd Sidi Saïd qui est Kabil. Asagi, le soutien est Barab, c'est parce qu'il est propre, il est honnête. Un des douanes du monde entier. La deuxième fiscalité en Algérie, Boutelhavs. En plus, grâce à Winsoura avec l'Aïsaba. Normalement, maintenant, la justice demande des comptes à Barab dans un autre contexte. C'est pour semer l'amalgame et le doute et surtout la suspicion. Barab, notre soutien, il est clair. Nous connaissons Barab, c'est un créateur de richesses, ce n'est pas un voleur. Barab, il est en train de payer ses positions politiques parce qu'Barab n'a jamais soutenu le pouvoir, n'a jamais soutenu les mandats de Bouteflika contrairement à d'autres, n'a pas bénéficié de projets contrairement à d'autres. Barab, au contraire, a été bloqué à chaque fois un débat. Asagi, nous pensons surtout aux 18 000 travailleurs de Civital qui risquent de devenir chômeurs. Et ça, c'est une stratégie du pouvoir pour casser la dynamique du développement de la Kabylie. Et où est maintenant les autres régions? Nous connaissons Mazaran, Youn, il est innocent, Akla Hidson, Ardinin, à se soutenir. Donc, la mobilisation, c'est une réponse au pouvoir de Gaïd Salah. Au pouvoir de Gaïd Salah, qui s'est accaparé du pouvoir, il est en train d'instrumentaliser les juges. Mais c'est qu'il y a des les innocents à l'Hafs. À Ségui, les juges Mitfron ont demandé la liberté. Finalement, ils ont refusé les injonctions de Saïd Bouteflika. Malheureusement, ils ont accepté les injonctions de Gaïd Salah. ساقي ذي ذم سفاني ثايا قيغيه أقلع ذاقي لقاس كي وكن هذا سنيني إيدا يسعد غبغا بلي ما تشو واحد سيقلا أمكانيس كارانا ماشي ذي الحفوسي إذا أمكانيس غبغا بأمكانيس سي دون لي زوزين سي دون سي بور دوني دو لومبلوا أجوردوي أساقي الحكومة مصفاطلي يرى أساقي يون ذا زامول ذا زامول الخدمة ذا زامول انتيذت ذا زامول انتزلق إقرار الحفص ومعنا أقلا ذاقيا عسا غزكا يوكن يسعد ربرا بد يغال سمكانيس أد يغال سراويس أد يغال غورنا لو ميساج ساقيا كون دوا دوني على قايد صالح نسي با دو فير دو لا ديفيرسيون بوليتيك يسعد ربرا ني باز ان كورومبو لا كوربسيون إلي شي فو لا كوربسيون إلي تافيك فو فو لافي Travailler, vous l'avez construite. Alors s'il faut chercher aujourd'hui la corruption, elle est juste à côté de vous, elle est en vous.
Alors, Rabrab, on exige sa libération immédiate. On exige sa libération immédiate et nous mettons en garde. S'il lui arrive quoi que ce soit, en prison. Pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin.